فنقول على الغالب ان هاي الشخصيه اللي احنا بنعرفها باسم النمرود هي صوره تقاطعت فيها نفس مين؟ نفس الاعور الدجال، والله اعلم. لاخواني نمر عبر التاريخ حتى نصل لفين؟ لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. او حتى قبل سيدنا محمد دعونا يعني نمر في فتره سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. في فتره سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كان في شخصية شو اسمها؟ السامري. السامري شو كان في عنده قدرة؟ كان في عنده قدرة أن يرى الرسول اللي هو مين؟ جبريل. لما يأتي لسيدنا موسى ويحمل له أمر السماء كان يراه ويرى أثره في الأرض. كيف لبشري أن يرى ملك، ملك من الملائكة إلا أن يكون عنده قدرة أن يتعامل مع الروح؟ وجبريل شو اسمه؟ روح القدس، مفهوم ولا لا؟ وهذه الشخصية يعني شوفوا بني إسرائيل دعيت للقاء الله، كل بني إسرائيل، كل بني إسرائيل دعيت للقاء مع الله عز وجل حتى تشهد نزول التوراة، لأنه كل بني إسرائيل شو آثرت؟ آثرت البقاء، وتخلفت عن لقاء الله ولم يذهب للقاء الله إلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وبقيت هي مع مين؟ بقيت مع السامري. ليه؟ لأنه بده يسوي لها جسد له حوار، يعني ينفخ فيه الروح كما يفعل الله عز وجل. عشان هيك بنقول الغالب والله أعلم إنه السامري شو هو؟ صورة تقاطعت فيها نفس الدجال. هلا سيدنا موسى، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حكم على هذه الشخصية أن لا مساس، يعني لن يكون عليكم السلام. خلي إلى الإتلاف هذا يصير. فنقول إنه السامري والله أعلم صورة تقاطعت فيها نفس الدجال، وأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالأسر، بالحبس بطريقة ما أو بأخرى، وحبس جسدا، حبس إيش؟ جسدا، جسده للدجال، أنه لن يستطيع الخروج من آخر جسد كان متواجد فيه، سيبقى في هذا الجسد ولن يستطيع أن يمس إنسان آخر وأن يستولي على جسده ولا بأي طريقة من الطرق، فحبس في هذا الجسد وهو موجود في كهف تحت الأرض. وعلى هذا الكهف يعني خدام له من الجان، نعلم منهم الجساسة كما جاء في حديث تميم الداري. ولربما إخوان نقول والله أعلم إنه وهو في حبسه، وهو في حبسه يستطيع بطريقة ما أن ينفذ ويهرب من هذا الحبس، ولكن ليس جسدا، إيش؟ نفسا مش روحا، نفسا. لا الروح إخواني ما إلها علاقة بالأعور الدجال، ما إلها علاقة فيك، هي مش شخصيتك، هي كما قلنا سبب حياتك وإيش؟ سبب استدعاء أو ربط النفس فيك، ربط النفس فيه. فنقول انه لربما استطاع ان ينفذ وان يهرب من هذا الجسد، ولكن دون ان يستولي، دون ان يستولي على جسد مخصوص له. الا انه اخواني في امر نعلمه في الشرع شو اسمه؟ اسمه التلبس. شو اسمه؟ التلبس. ما هو التلبس؟ التلبس اخواني انه جسدك في نفس، يأتي شيطان من الشياطين وشو بيسوي؟ يدخل هذا الجسد فيصبح في جسدك نفس، ويصبح في جسدك إيش؟ شيطان في نفس الوقت. وأحيانا هذا الشيطان يستطيع أن يغلب النفس ويسير هو المسير لهذا الجسد، وأحيانا يتكلم على لسان هذا الإنسان الذي استولى على جسده. شو هي نسميها الحالة في الشرع؟ نسميها التلبس. لربما إخواني نقول إنه كان عند الأعور الدجال القدرة على التلبس،
وليس على الاستيلاء على الجسد. الاستيلاء على الجسد شو يسوي؟ انه يطرد نفسه. وشو يسوي؟ يستحل الجسد، الجسد يصير له. بعد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جسده للأعور الدجال اللي هو السامري، اخذ جسد ما في مجال انه هو يغيره، لانه سيدنا موسى حكم عليه في هذا الجسد. الا انه لربما والغالب انه عنده قدرة على التلبس. ليش بنقول عنده قدرة على التلبس؟ لانه في شخصية نعلمها زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شو اسمها؟ اسمها ابن صياد. هاي شخصية اخواني، يعني سيدنا عمر اقسم بالله انه هو مين؟ الاعور الدجال. والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينفي قسمه، ما قالوش غلط اللي انت بتحكيه غلط. ولما قالوا له انه في شخصية قد تكون الاعور الدجال، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج حتى انه يفحص الامر، خرج انه يفحص الامر، يعني بده يشوف هل هذا الكلام صحيح ولا لا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اعلم اهل الارض فيما خلق الله سبحانه وتعالى وجعل في هذه الدنيا، ويعلم انه الاعور الدجال محصور ومحبوس جسدا فين؟ في هذا الكهف، كما جاء في حديث تميم الداري. الا انه في نفس الوقت لم يمنع هذا انه يفحص اذا كان ابن صياد هو الاعور الدجال ولا لا. هذا شو بيعني؟ انه في للدجال، ونقول بين قوسين ظن، ونقول والله اعلم، نقول ظن ونقول والله اعلم، انه الاعور الدجال خرج من هذا الجسد بطريقة ما، وقام بالتلبس في جسد مين؟ ابن صياد. حتى يحصل التلبس اخواني، ما بيقدر الشيطان ان يتلبس في جسد الا ان يقوم صاحب هذا الجسد باعطاء الاذن. ايش اعطاء الاذن؟ يعني لا يحدث التلبس من الشياطين للانسان الا ان يكفر هذا الانسان بالله بطريقه ما او باخرى، او يتوجه للصحراء، او يتوجه للشيطان ويطلب من الشيطان العون دون الله عز وجل. وقتها يصبح للشيطان قدرة على هذا الإنسان. فمعناه هذا إن دل إنما يدل على إنه ابن صياد قد باع نفسه لمين؟ للشيطان، وإنه بالتالي فسح المجال للأعور الدجال وأعطاه الإذن إنه شو يسوي؟ يأتي ويتلبس معه في نفس الجسد، إنه يتلبس هذا الجسد ويستخدمه للاستطلاع والنظر في الدنيا. هيك إخواني، إذا إحنا بنطلع اليوم لعلوم الشياطين، علوم بنسميها إيش؟ علوم الشياطين، هم بسموا حالهم العلماء. يعني في مشاريع كثيرة قائمة على أمور غريبة وعجيبة. شايفين الهاتف المحمول اللي إحنا بنسويه وبنحمله، كل واحد فينا بيحمله. لما أنت تتفكر فيه، كيف ينقل الصوت من مكان إلى مكان آخر، وكيف ينقل الصورة من مكان إلى مكان آخر، وكيف يستطيع التعامل مع هذه الأمور بهذه السرعة؟ هاي أمور إخواني ليست بالهين أنه الإنسان يوصلها لوحده. شو بتحتاج؟ بتحتاج آيات ربانية يقول سبحانه وتعالى أعطاها لشخصية، وهذه الشخصية دلت غيرها قليلا قليلا حتى تصلها. الآن إخواني في مشروع في النمسا، يعني يعد أكبر المشاريع في الدنيا، اسمه مشروع سيرين. هذا المشروع يقوم على تسريع الوحدات أو الذرات الصغيرة، تسريعها لإنتاج الطاقة. الطاقة شو هي إخواني؟ الطاقة هي صورة صغيرة، صورة صغيرة من إيش؟ من الروح. الروح شو هي؟ الروح طلع الطاقة والروح والبركة، ثلاث أشياء لنفس الأصل، لنفس الأصل. يعني الأرض ما فيها روح، ولكنها تحيا. لما تنزل فيها الماء شو بتسوي؟ تتفاعل وتحيا. كيف بتحيا؟ ليش بنسميه البركة؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ثم يقول سبحانه وتعالى وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يعني البركة هي التي تقوم بإنبات الحياة في هذه الأرض. والروح شو بتسوي؟
تنبت الحياه في اجساد المخلوقات، والطاقه شو بتسوي؟ تنبت الحياه في الجمادات بطريقه ما. يعني انا لما احط فيش الكهرباء شو بتصير؟ الهواي تتحرك، بصير الضوء يشتغل، كاني انبت فيه الحياه. فهدول الامور اخواني نقول عنهم صور مختلفه، اقلها على الاطلاق شو هي؟ الطاقه. بعدين شو بيجي بعديها؟ البركه. بعدين شو بيجي بعديها؟ الروح. هاي الدرجات تبعت القوه اللي موجوده فيه. هلا هاي البركه اللي موجوده في الارض او الطاقه، شو بيحاول الشيطان؟ بيحاول انه يعطي اتباعه، يحاول ان يعطي اتباعه قدرات علميه يعلمها مما علمه الله سبحانه وتعالى، حتى تتعامل او تنشئ هذه الطاقه بكميه ضخمه. انها تضخم الطاقه وتكبرها وتضخمها وتعظمها حتى نوصل لفين؟ لدرجه البركه او لدرجه ايش؟ الروح. واللي بتابع اخواني، يعني لربما كانت المحطات التلفزيونيه والافلام الهوليووديه اكبر منصه لايش؟ لافكارهم. يعني اعطيكم مثال من الافلام اللي هم يعني بيسووها بتدل على افكارهم. في فيلم سووه شو اسمه فرانكشتاين، اذا انتم سمعتوا فيه او حضرتوه. فرانكشتاين بيجي عالم من العلماء عندهم، شو بيجيب؟ بيجيب قطع لانسان من المقابر، ايد من شقه وجسم من شقه وقدم من شقه، وبيخيطهم مع بعضيهم. وبعدين شو بده يسوي؟ بده يذب فيهم الروح. طب ما فيش عنده روح، من فين بده يجيب الروح؟ فيقوم باستجماع الطاقه اللي بتيجي من البرق وبيستخلصها. وفين بيزرعها؟ بيزرعها في هذا الجسد، كانه بده ينفق فيه ايش؟ كانه بده ينفق فيه الروح، ولكن ينفق فيه الطاقه ولا ينفق فيه الروح، فتدب الحياه فين؟ في هذا الجسد. ونقول كثير من المشاريع الموجوده حاليا انما هي من مشاريع الشيطان، ويعلمهم فيها هذا الشخص المحبوس المعصور. وحركته تكون اما عبر خدامه زي الجساسه، او عبر ايش؟ خدامه اللي بيقبلوا انهم يعبدوا عبدة الشيطان، فيتناسخ فين؟ في اجسادهم، يقوم بالحلول في اجسادهم حتى يمر في هذه الدنيا ثم يعود الى حبسهم. هذه ماهية الأعور الدجال. ونقول ايش؟ والله اعلم. ان شاء الله وصلتك الاجابه.